أول ما خبرتها لي أني بنضم لفريق السوات، أمي كانت ضد الفكرة، كانت متخوفة وايد، وخاصة أن العملية محتاجة سرعة ودقة ويعني رماية وهالأمور، لكن الحمد لله قدرت أقنعها وأثبت لها أني أنا قد المكان اللي أنا فيه. هذا القرار اللي هي اتخذته ما كان بالنسبة لي أنا مفاجئ، لأن عارف طبيعة لطيفة، أنها تحب الأشياء الجديدة وتحب المغامرة وعندها روح المغامرة. الشيء اللي تغير فيني، الثقة زادت فيني، وأحس أني أروم أسوي أي شيء ثاني. تبوني أنزل من برج عادي، ما عندي مشكلة أتسلق برج خليفة.